بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. What's your name and where are you from? My name is Mamoun from Palestine. Mamoun from Palestine. الله الله يا رب العالمين ينصر الفلسطينيون على أعداء الدين. آمين. آمين. ويحر القدس والأقصى يا رب العالمين. سؤال. What's your favorite سورة؟ أفضل سورة عندك؟ وهل تريد أن تقرأها لنا بصوتك الجميل؟ الله سورة الإخلاص. أنا ثلث تعدل ثلث القرآن الكريم. الله أكبر. ما أجمل ما اخترته من القرآن. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله مبارك. كم تحفظ من القرآن أو ماتش؟ خلص. خلاص الحمد لله. وشوف يا اخوان خلاص خلاص معنا قرأ سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن. فما باله يقرأ اكثر من سورة الإخلاص. هذا النية اللي عندك. امتحن يعني امتحن. يلا والله تريد امتحنك. يلا اخر امتحان تجويد او مع من سورة الناس الى سورة يلا اي شيء اي شيء. حافظ القرآن كله كامل؟ حافظ. اسال 100%. والله 100%. بعرفش. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقرأ ألف لام را. ألف لام ميم البقرة. ألف لام ميم. أحسنت. ألف لام ميم. زيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالآخرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله. توت بضغط انت. ما شاء الله. والله ما شاء ما قطار جميل. وما أجمل قطار مع القرآن هنا في 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 الشوارع. ما شاء الله. هنا في مشارب. ما شاء الله. شيخ هنا يريد يقرأ القرآن. إن شاء الله. حبيبي شكرا. خليك تقرأ القرآن. تفضل. يلا فوج الشيخ. الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. السلام عليكم. من أنت؟ What's your name؟ أنا محمد الهاجري. محمد الهاجري. إيه. تحب القرآن؟ أحب القرآن أكيد دستورنا. الله أكبر. ما أجمل جوابه. ما هي السورة المفضلة عندك؟ أفضل سورة. What's your favorite سورة؟ ممكن أقرأ عليك سورة مريم. من سورة بداية. مريم. بداية. من بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أحسنت حبيبي الحالي. والله أشعر وهو يقرأ القرآن والنور يخرج من وجهه كما مثل المقارئين. أسأل الله أن يبارك فيك. حافظ القرآن كاملا؟ حافظ لله. تكبير. الله أكبر. تكبير. صور 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 الأخوان. صور صور. الله يبارك فيك. حافظ للكتاب. ما شاء الله حافظ للكتاب. أرجع إلي أقول له أن يختم واحد الآية ويكفينا. آية من أواخر سورة الحشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أحسنت. الله يبارك فيك. ما شاء الله. الله يسعدك. ما شاء الله. أنا أبوس الناس اللي يحفظون القرآن الرؤوسهم. الله يبارك فيكم جميعا. كبروا تكبير. الله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. آمين يا رب العالمين. من عايز يريد أن يقرأ لنا شيئا من القرآن فليتفضل. حبيبي أمان الله حبيبي، جزاك الله خير. خذ هذا، خذ هذا هنا حبيبي، خذ هذا هنا. من عايز أن يقرأ لنا بصوت جميل إن شاء الله يأتي. هو يلا بسم الله. بسم الله. What's your name؟ مشعل. مشعل، ماذا تريد أن تقرأ لنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. حياك الله حبيبي، ما شاء الله، الله ينورك، ما شاء الله، تكبير، الله أكبر، تكبير، الحمد لله، الحمد لله. شوفوا الشباب سمعوا القرآن فجاءوا عندنا، ما شاء الله، they come here to hear the Quran. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئت آية من القرآن يزداد الإيمان، والحمد لله يزداد الإيمان، إيمان مع إيمانهم. أنا أريد أن أختم بواحد إن شاء الله معه صوت، هو أجي الطيب. آخر واحد إن شاء الله، آخر واحد. أخي من أين أنت؟ من السودان. من السودان، ما شاء الله، السودان دائما مع القرآن. ما اسمك؟ أحمد. أحمد. What do you want to recite for us؟ ماذا تريد أن تقرأ لنا؟ أواخر الكهف. بسم الله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من فضلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر، تكبير، تكبير. شوفوا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوف أنا أريد أن أقول فقط كلام يا أحباب، فقط كلام. مثل هذه الشباب، مثل هذه الشباب لازم أن نفتخر بهم. We need to be proud of people. حضر مش بالمغنيين ولا بالراقصين، مثل الشباب اللي يقرؤون القرآن، we need to be proud of them. نفتخر بالشباب اللي قلوبهم مع القرآن. فالقلوب ما شاء الله تحيا، تحيا القلوب بذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن يطمئن به القلوب. الله يبارك فيكم. شوفوا الشباب ما شاء الله، شوفوا الشباب والشابات أيضا ما شاء الله، رجال ونساء معا هنا. من جمعنا؟ القرآن هو الذي جمعنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا في قطر ما شاء الله بلد جميل، وأجمل يزداد الجمال حينما نرى الناس تقرأ فيه القرآن. بارك الله فيكم. الفاتحة مع البعض إن شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيكم. Thank you so much. بارك الله فيكم. الله أكبر ولله الحمد. I have no words.
شكرا 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 وإلى المرة القادمة.